انتم تسمعوا في سبورتيفيتي ماد العيادي على اي اف ام احلى راديو. مساء نصر راديو اف ام، مرحبا بالجميع في حصة سبورتيفيتي الحصة اليومية. نحكيو على الاكتواليتي في الرياضة في تونس وفي العالم. اليوم 3/25 جويلية باش يكون ضيفنا الرئيسي المدرب التونسي لسعد جردة، باش نحكيو معاه على الدوري المغربي، باش نحكيو معاه كذلك على حقيقة عرض لويس مو قبل ايامات من التحول الى السعودية، كذلك باش نكونوا معاه قراءة فنية على البطولة العربية. في الجزء الثاني باش نحكيو على الانجاز التاريخي قاعد يعمل فيه ايوب الحفناوي، ميدالية فضية في 400 متر سباحة حرة، وكذلك اليوم ترشح للدور النهائي في 800 متر سباحة حرة. باش يكون معنا مدرب الوطني السابق للسباحة السيد جبران تويلي مباشرة من إيطاليا. هذا الكل من تو حتى المساعتين. تحية للناس الكل اللي تسمع فينا على يفام واللي تشاهد فينا على يفام تي في. تحية لفريق الأعداد، قيس بنينة في الأعداد، دامينوس في الإخراج، إيهاب ويمان في يفام تي في، وأميمة القربي في السوشيال ميديا. معكم هذه العيادة كوتي ميجرو. رحبوا بضيفنا كما قلت الرئيس اليوم للحلقة متاع 25 جويلية اليوم، لسعد جردة المدرب التونسي. سي لسعد مرحبا بك، سعيد جدا ومرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين راديو اف ام، ان شاء الله يا ربي الصالة بيه تتعدى على خير. لا بس ان شاء الله بحول الله. سي لسعد تجربتك في المغرب الموسم هذا كانت مع الدفاع الحسني الجديدي، كيفاش تحكم عليها وكيفاش تراه؟ والله كانت البداية موفقة، وقت اللي قررنا انا ورئيس النادي باش يكون يمكن 80% من اللاعبين يكونوا من لاعبين النادي لاعبين الفرقة، يعني عملنا يمكن 21 نقطة في مرحلة الذهاب وكنا في المرحلة السادسة. يعني الرئيس طلب مني باش نبيع المهاجم اللي مشى للنادي الفيصلي $300، ووعدني وانه بالفلوس هذوكم باش يخلص بهم الملاعبية اللي موجودين في النادي الجديدة. دونك هم ملاعبية اللي يوصلوا لأربعة وخمسة رواتب مخدرهمش، ما قامش باللي كايدا، يعني ما عطاش الفلوس اللي خذوهم، ما عطاهمش رواتب للاعبين. ووقت أنا يعني اتصلت برئيس النادي وقلت له بما أنه يعني اللاعبين ما هيش خالصة، الإطار الطبي ما هوش خالص، الإطار الفني ما هوش خالص، وطلبت منه باش نغادر الفريق. غادرت الفريق يمكننا قبل 13 جولة من البطولة، من نهاية البطولة. واضح سي لسعد. سؤالي الثاني، انت دربت زوز مواسم في الدوري المغربي ودربت في تونس، من الافضل في الدوري التونسي او الدوري المغربي كي نعملوا مقارنه سي لسعد؟ والله الفرق ما يبعدوش يسر على بعضهم، المغاربه لازم نقول لك فنيا اكثر منا، احنا تكتيكيا احنا يعني الفرق نتاعنا يكونوا يعني من الصغرى من الكادي والمنين يكونوا تكتيك، بما أن القرب الجغرافي على إيطاليا وأنه يعرفوا كيفاش ناخفوا سيرتو الكوتي الدفاعي. بالنسبة للفرق المغربية يعني يكون التكنيك مو أحسن، كيف نرجع للمحيط الجغرافي وأنه بجنب إسبانيا يحبوا كتيكي تاكا، يحبوا الكرة القصيرة. لكن كما قلت الفارق بين المهمة ما فيش فرق كبير بين تونس والمغرب، أنه فما بطولة فما منتخب، والمغرب وتونس ما نقارنوش البطولة بالمنتخب. المنتخب المغربي والمنتخب التونسي يبعدوا يعني الزوز فيهم لاعبين 90% من فرق أوروبية، يعني ما عندهمش اللاعبين في البطولة المغربية اللي يلعبوا في المنتخب، المنتخب الاول ولا المنتخب الثاني تحت 23 سنه اللي فاز بكاس افريقيا. كما انا اعلن كيف في تونس انا سويسرا وانا البطوله التونسيه اليوم ما عادش نجم نخرج لاعبين اللي نجم يكونوا يلعبوا في نيفو عالي تاع تصفيات كاس عالم ولا تصفيات كاس افريقيا. المنتخب المغربي عنده زوز لاعبين من الوداد، هما يحيى تطلع والحارس الثاني للمنتخب المغربي. صحيح كلامك كوتش. بالنسبه للانفراستركتور ظهر لي المغرب فاتتنا برشا برافو لتونس سي لسعد. والله يقول الانفراستركتور اللي هي اللي بها الدوله 90%. تعرف المغرب توا تحب تدخل في كاس العالم 2030 قد تترشح نتاعها مع البرتغال واسبانيا. هذيك كما قلت لك يعني اذا كان دوله تحب تحرص وتحب تعمل الانفراستركتور
ونعرف احنا الكره اليوم ولات اقتصاد ولات موارد ماليه كبيره كبيره ياسر. لكن الله غالب احنا نجم نقول لك بصراحه ما فما برشا حاجات اليوم اللي نشوفوا فيها في تونس ابجل من الثقافه وابجل من الرياضه. واضح باين ان نتعديه من البطوله المغربيه. كوتش نحكيه على البطوله العربيه وخاصه انت كنت فزت باخر نسخه للبطوله العربيه في 2021 بضربات جزاء بعد ما في الماتش 4-4 مع اتحاد جده. كوتش انت كنت انتقدت النسخه الحاليه وقلت ان اللي هي على قياس، على قياس شكون وشنو هي الاحترازات اللي عندك عليها البطوله العربيه الموسم هذا؟ انا عندي نفس الفكره نتاع محمود الخطيب، ماهيش دوره 100% احترافيه لانها الوقت نتاعها ساعة ماهوش وقت نتاع كورة، وقت اللي الملاعبية يكونوا في راحة. تصور مثلا أننا نعطيك مصر البطولة نتاعها مازال فيها مباراة، فهمتني؟ دونك وإلا البطولات اللي كملوا مازالوا الملاعبية مازالوا في راجعين في بريباراسيون. تعرف راس المال نتاعنا هما اللاعبين، ما نجموش نحطوا لاعبين في 27 جويليا مهما تكون سخانه 30 40 35 سخانه، ما ينجمش اللاعب يلزم الراحه يلزم يعطي الرضمون. اليوم الدورات هذوما الفرق والا النوادي والا المنتخبات تمشي على خاطر فيها موارد ماليه كبيره. اليوم الموارد اللي موجوده في كاس العرب موارد تضحك. دونك انا نقول لك نعطيك مثال. المثال هو في كأس العرب اللي فزت بها أنا مع فريق الرجاء في آخر نسخة، كان البطل ياخذ 5 ملايين دولار، صحيح. المركز الثاني ياخذ 3 ملايين دولار، المركز الثالث ياخذ 2 ملايين دولار. اليوم نشوفوا أنه المقياس اللي معمول، وأنا أقول لك النهائي معروف باش يكون بين النصر والهلال والاتحاد 1 من 3 فرق، ماذا بهم يكون نهائي بين كريستيانو رونالدو وبنزيما. لكن انا نعطيك حاجه، وانه البطل 6 ملايين دولار اي، الدوزيام 2 ملايين ونص، اي، والنصف النهائي يعني يتحصل على 200 ألف دولار. عرفت انت تشوف سيكوا 200 ألف دولار؟ انا نعطيك البطل المغفيف 2 ملايين ونص، دور نصف نهائي 200 ألف دولار، معناتها ملي كان دور نصف نهائي 2 مليون دولار ايه طاحت ال 200. دور نصف نهائي معناتها الترجي الرياضي التونسي والا النادي الصفاقسي والاتحاد المنصيري وقت يوصل للدور النصف نهائي ياخذ 200 ألف دولار. 200 ألف دولار ما ينجم يخلصوا لك الديون نتاعك، ما ينجموش يخلصوا لك حتى اللاعبين المصابين. اذا كان عندك دو تروا جوار مصابين ما تنجمش تداويهم بالفلوس هذوما. دونك خاصه ماديا، وتعرف انت الكوره اليوم انا نشارك في دوره اللي تبدا فيها فلوس، الدوره اللي ما فيش فلوس ما نمشيهاش. وعلى ذلك انت شفت ونحترم وبرافو الاهلي المصري اللي ما يلوحش روحه في كل شيء. اليوم الاهلي المصري يرفض رفضا باتا وانه باش ما يشاركش في الدوره هذه، لان خاصه من الناحيه الماديه ما يش منه الاول باش يكون ربما الاتحاد ولا النصر ولا الهلال، واللي يلعب ديمي فينال في بلاصه كان ياخذ في 2 مليون دولار ولا ياخذ في 200 ألف دولار، وهذا يعني مضحكه بالنسبه لي انا. ما نجمش نمشي التورنوا اللي ما فيهوش العداله، خاصه العداله الماليه. واضحه واضحه. سي لسعد باش نربط بكلامك، الاهلي مصر انسحب النسخه هذيا، هل كان على فرقنا توانسه تعمل كيما الاهلي ولا لا؟ وفنيا هل تنجم تكون تحضير الموسم القادم لفرقنا ولا لا سي لسعد؟ بطبيعه الحال انا سوي كونت باش نشارك في الدوره هذيا، خاطر الدوره هذيا شنو المنفعه نتاعها؟ الدوره هذيا وان احنا ما زلنا كي كملنا البطوله ندخلوا في 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 كاس العرب، وبعدين لو 19 اوت نبدا السيزون تاعنا. شنو هي الريكوبيراسيون اللي عطيتها للملاعبيه نتاعي انا؟ اثنين ريكوبيراسيون اللي عطيتها راس المال نتاعي، راس المال نتاعي راهو راس مال اي جمعيه هو اللاعبين نتاعهم. اش عطيتهم انت اللاعبين؟ شنو هي الفتره اللي عطيتها اليوم للمدربين باش يحضروا الفريق؟ اليوم اتحاد المنصيري يتحول الى السعوديه ب 12 ولا 13 لاعب جديد اللي عندهم الاوتوماتيزم ولا يعرفوا رواحهم كيفاش، وكيفاش تحب يمشيوا يعملوا مشاركه اللي تشرف اتحاد المنصيري ولا تشرف الترجي ولا تشرف نادي الصفاقسي وملاعب الجدد. وحتى المناخ
اللي ما يكون قلق في أبها وما ناس كويس، أما ما يكون شهر جويليا صحيح. في وقت اللي نورمالمون لاعبين تكون موجودين في راحة. به سي الأسعد، حكيت أنت تو في الحوار اللي معايا، قلت فما انحياز كبير للنوادي السعودية، وهو أنت رشحتهم، قلت النصر والاتحاد والهلال الثلاثة زوز منهم باش يكونوا في الدوري النهائي. بطبيعة الحال والانحياز هذا واضح واضح لك أنت به. فرقنا بطبيعة الحال فرقنا قادرة توصل بعيد. وقت اللي تعطيني أنت كلاسيه نوصل للدمي فينال، نوصل للدمي فينال وتعطيني في بلاصة في كأس الأخيرة 2 مليون دولار تهبط هالي 200 العشر تهبط هالي 200 ألف دولار، شو معناتها؟ فهمتك واضح. ما هيش موجودة في العالم كامل راه. اللي التروازيام ياخو اللولاني ياخو 6 ملايين، الدوزيام ياخو 6 ملايين، والثالث والتروازيام ياخو 200 دولار. ما نمشيش أنا، ما ياخدش طيارة، ما ركبش جنة. باهي فرقنا قادرة باش توصل، وين تنجم توصل السي اس اس والاتحاد الفلسطيني والترجي الرياضي التونسي يا سي رفعت رايك انت؟ كيراتك فنية ثلاثة نوادي هذا؟ صحيح 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 باش يوصلوا ربما يوصلوش الدور النصف النهائي، وذاك صحيح زادة لأن الفرق. شكون ترشح ينجم يكون دور النصف النهائي من النوادي التونسي؟ شكون أقرب يعني؟ والله شو نقول لك، أنا ما نجمش نقول لك شكون أقرب، على خاطر الجروب تاع المسير صعيب. تعرف الجروب نتاع المسير فيها الزمالك، فيه الشباب، فيه النصر، النصر ترجي، فيها اتحاد جدة، شرطة العراقي وسي اس اس صحيح، ولا اتحاد جدة اللي باش يحاول للماكسيموم للماكسيموم باش يهز الكاس هذه اللي خسرها يعني في الدورة الأخيرة. اليوم نشوفه كيف في الجروب نتاع الترجي، موجود الترجي والنادي الصفاقسي اللي ربما كانوا شوية على الأقل من بعض زوج فرق تونس على بعضهم. تمام بعضهم صحيح صحيح. ونبدا اسمعني، فما برشا أشياء اللي أنا شخصيا ما نحبهاش، وخاصة إذا كانت نسخة من الفرق التونسية. كيما شنو؟ كيما شنو مثلا سي الأسعد؟ مثلا أنا ما نجيش نطيح الترجي والنادي الصفاقسي في نفس الجروب. أنا نحاول البلدان اللي في نفس البلاد ما يكونوش مع بعض، فرقهم صحيح واضح. وخاصة من الدور الأولاني اللي داخلين به ينجموا يتيحوا في الدمي فينال في الكارد فينال. أنا مش من في المجموعات صحيح، أما مش من المجموعة الأولانية واضح. سي الأسعد باهي نسكروا دوسي البطولة العربية، نحكيو شوية على الصعيد الشخصي. سي الأسعد وصل لك عارض باتحاد المونستيري ولا لا؟ وكان وصل لك علاش رفضت؟ أنا عندي حسب الكواليس اللي عندنا في اف ام وحسب اتصالاتنا كان فما عرض، كان فما عرض من الاتحاد المونستيري. اي لكن يلزمنا نتعلموا حاجه. اي راهو كيما يكون الملاعبي، احنا نطلبوا من الملاعبي باش يحضر الماتش نتاعو. انا كمدرب جاني يعني الهاتف من عند رئيس النادي سيد احمد البلي، لكن انا مانيش محضر روحي، انا محضر روحي بوفارين فاكونس، مانيش محضر روحي باش نمشي لدوره كبيره كيف هذيا. اولا انا شخصيا نفسانيا مانيش حاضر، وجو سوي با كوم برشا اللي يقول لك جاتني فرصه باش نمشي كاس العرب اي خل نمشي برك. لا لا انا جي مونو، نحترم من فريق اتحاد المونستيري اللي باش نمشي باش نكون انا المسؤول الاول عليه، راهو مهما يكون لاعبين جدد ولا لاعبين قدم، وقت ما تمشيش الريزلتا يهزها ديما المدرب. وانا شخصيا نفسانيا كوتي بيتاغو كوتي بسيكولو انا مانيش حاضر اليوم باش نمشي نلعب في دوره مع فريق اللي انا ما دربتوش، وفي دوره اللي انا اخر مدرب هزيت يعني الكاس هدايا، وما نحبش نمشي وانا مانيش حاضر سيرتو، وانا شخصيا مانيش حاضر. فهمتني؟ هذا ما لازمناش ديما نطلبوا من الملاعبي ما حضرش ماتشو، الملاعبي ما حضرش التورنوا، المدرب لازم يكون كيف محضر ماتشو محضر التورنوا. انا نحضر لا نعرف الملاعبيه ومانيش حاضر يعني نفسانيا. وانت سافر للسعوديه وانت سيرتها بصلاحتك نعرفوها المعادلة. الاتحاد المونستيري حاضر يعني الاتحاد المونستيري اللي صعيبة؟ لا صعيب بعد تعرف انت عديد من اللاعبين 12 لاعب. انا نعطيك مثال، نعطيك الوحيد اللي قعد في الفريق اللي انا نعرفه البشير بن سعيد مشمول مشى للتراجي، ثاني بن رمضان مشى للنجمة، الصغراوي مشى للسعودية، العمراني مشى للكلوب، حزام تقا مشى للاسبيرونس، الشيخاوي مشى للعجمان، العبدلي مشى للتوات، يعني اللاعبين اوكبوتو مشى لقطر، موزيس مشى لقطر. دونك اللاعبية اللي جبتهم انا للنادي
12 لاعب اليوم منهم كان بشير بسعيد حارس مرمى وهشام بكار والعلوي اللي جبته انا زيد العلوي القلعه الرياضيه من القلعه الرياضيه ابو ثلاثه لاعبين اللاعبين الاخرين اللي جبتهم الكل مشاو في ثنيه مع اخرى وربي معهم دونك باش تدخل على فريق ما تعرفوش صعيب اليوم باش تدخل اوتوماتيزم سيرتو دون ان تورنوا باش تلقى فيها مثلا اليوم الزمالك مازلت تلعب في البطوله كومبيتيتيف وانت جايب يعني 12 لاعبي مشاو 12 لاعبي جاو مازالوا ما يعرفوش بعضهم باش تكون على اتحاد مونستير يعني دوره صعيبه صعيبه صعيبه. سي الاسعد معاش على برشا وقت نعطيك سؤال الاخير شفناك كنت حاضر في الباركا في طار حفل تكريم أندري ناجي هل كان عنده اثر كبير عليك ولا لا في الكارير نتاعك واكثر حاجه تعلمتها منه سي الاسعد؟ بطبيعه الحال تم استدعائي أندري ناجي اللي انا تمرنت عنده لمده سنتين ونصف وانا كما قلت لك جاني كاس العرب وكاس الكونفدراليه وكاس تونس جيت نومي دو فوا ميور انترنور في تونس وجيت نومي اون فوا ميور انترنور في المغرب وهذا الكل يرجع لناجي ناجي ربنا. نعطيك مثال 95% من اللاعبين اللي دربهم ناجي اليوم في حاله اجتماعيه يعني من احسن ما يكون اللي رانيهم ناجي اليوم الكلهم بديارهم اليوم الكلهم عايشين بعائلاتهم باهين الكلهم يحسوا في روحهم الحمد لله تقابلنا بعضنا في البارك وكل واحد بولاده وكل واحد بعائلته وكل واحد وحالته الاجتماعيه على احسن ما يرام. ناجي مش علمنا الكوره بركه ناجي علمنا حتى كيفاش نعيشوا مع عائلاتنا. ناجي كان يقول لنا راهو تنجم تكون اليوم تيتولير لكن اللي بيه الفائده نشوف اللي تعمل عائله وتكبر نحب نشوفكم كيفاش بعائلاتكم تبداو فرحانين وتبداو حل الاجتماعيه نتاعكم باهية. وارجعوا للتاريخ كل ما تمرن عند ناجي 95% اليوم الحمد لله في حاله اجتماعيه وهذيك اللي بيها الفائده. صحيح الكره تمشي وتوفى لكن اليوم كيفاش تعيش مع عائلتك اليوم كيفاش تقابل صحابك هذاك هو صحيح اللي كنت تلعب فيهم. بالنسبه لي انا شخصيا انا ديما نقول جيم با هذا انترنر باهي ولا انترنر متوسط انا نحب الانسان الانسانيه نفع جنب الانسان واضح حب العباد بالنسبه لي انا خير من الكوره وخير من كل شيء وهذا اللي علم انا ماشي والحمد لله خرجنا رجال وانا لحد اليوم اي تيتر نهزه نقول برافو هاك الراجل اللي علمني كيفاش نعيش. سي الاسعد معاش عندي برشا وقت وممتع برشا الحوار معاك في كلمتين عندك في البلان كارير نتاعك باش تدرب النادي الافريقي ولا هل وصل لك عرض من النادي الافريقي ام لا؟ الى حد الان ما وصلني حتى عرض النادي الافريقي. النادي الافريقي اليوم عنده سعيد السايب مدرب ورمي ليزونترونور اللي ناجحين وقاعد يخدم في خدمه باهيه في النادي الافريقي. كان لي لقاء اخيرا مع بعضنا وحكينا ودردشنا مع بعضنا لكن الى حد الان ما نكذبش عليك ما عندي عرض لا من النادي الافريقي ولا من فريق اخر. انا الى حد الان قاعد مستمتع بالعطله نتاعي مع العائله نتاعي لكن ما تعرفش الايام شنو تجيب. واضح شكرا لك سي الاسعد مشكور وحوار كان ممتع معاك. نخرجوا توا ان فتره فيك وبيب ونرجعوا بعد مع ضيفنا الثاني. مرحبا مش جميع في الجزء الثاني من سبورتيفيتي باش نحكيو توا على ايوب الحفناوي بعد البيرفورمانس الكبيره في بطولة العالم في اليابان في ضية ال 400 متر في السباحة الحرة. اليوم مترشح للدور النهائي متاع 800 متر سباحة حرة. معنا في المباشر من إيطاليا جبران الطويلي مدرب وطني سابق ومدرب وطني لأيوب الحفناوي. جبران مرحبا. عسلامة. مرحبا بك جبران وشكرا على قبول الدعوة. أيوب كما كنت نحكي تحصل على ميدالية فضية في 400 متر سباحة حرة ويلعب غدوة إن شاء الله مع الـ 12 فينال في 800 متر سباحة حرة. بيرفورمانس كبيرة كيفاش تراها جبران؟ برفورمانس كبيرة نظر للوقت اللي حقه أيوب الحفناوي اللي هو 3.40 ما شفناهوش الرقم ذا من اللي كانوا يعوموا بالكومبينيزون انتجرال من بعد ما تغير قانون الفينال اللي رجعوا يعوموا بالكومبينيزون شورت. اي كان والرقم القياسي العالمي كان باسم موجود باسم بول بيدرمان. من البريود هذيك لتوا الناس كل تعوم في العالم اجمع يعوموا في 3.40 3.40 3. توا زو سابحين عمو 3.40 الاسترالي وايوب الحفناوي اللي كان في 2021 كان فاز بالميداليه الذهبيه توقيت 3:49 توا توقيت 3:40 قريب ياسر من تحطيم الرقم القياسي
وان شاء الله في اولمبياد باريس 2024 ولا في بطوله العالم في الدوحه يكون هو اللي يمشي حاتم الرقم القياسي العالمي. باهي 800 متر غدوه يلعب دور نهائي، شنو هو التكهناتك ليه؟ شنو هو البريفيزيون تاعك كيفاش تراه؟ غدوه 800 متر كان تشوفها فيها احسن سباحين موجودين كلهم عندهم، اللي بطل اوروبا واللي كان بطل اولمبي واللي بطل العالم والاسترالي الجديد معناتها هو مو جديد، اما هو عام 2003 هذا هو راه بينته هو ايوب اشهر معناتها في العمر. صحيح. باش تكون كورسة صعيبة ياسر. انا عندي ثقة في ايوب، كنا عندنا في ايوب، وان شاء الله قلت ربي في حارب على الميدالية الذهبية من الاول كورسة لاخر الكورسة. انت بعد تتويجه بالفضية كتبت تدوينة في الفيسبوك عندك جبلان، قلت راهو هذا بطل عالمي اولمبي ايوب، وان شاء الله في الاولمبياد باش يهز زوز ميداليات وباش حتى من الارقام القياسيه. عندك ثقه كبيره ياسر فيه ظهر لي ايوب جبران؟ والله ثقه كبيره خاطر نعرف شنو، نعرف شنو خاطر تمرن معايا قريب 10 سنوات، دونك نعرف شنو الاتليت ونعرف الكاباسيتي نتاعو. ما نجموش نساوي لايوب من بعد اولمبياد من بعد بطوله العالم في المسبح 25 متر في ديسمبر 2021 في ابو ظبي، كان وقف عن التمارين 8 اشهر. صحيح، والناس الكل شكت فيه وقتها جبلان. صحيح صحيح. ايه لاعداد البكالوريا ومن بعد الالتحاق بالجامعه الامريكيه، وبريود ادابتاسيون كانت في وقت سريع ياسر. وقت شوفوا بعد 8 شهور من اللي وقف وعاود رجع، توا نقولوا نحن من شهر اوت حتى لتوا في شهر جويليا، براتيكمون في 10 شهور قدر انه يقدم 3 سكوند في 400 متر ويقترب من تحقيق الرقم القياسي العالمي. دونك كما قلت انا في بعد طوكيو 2021 قلت ايوب الحفناوي ينجم يتحصل على 3 ميداليات في اولمبياد 2024، وان شاء الله هو يكون موجود ويحقق 3 ميداليات هذوما. معلش برشا وقت جبران، اليوم 25 جويلية 2023، عامين التالي 25 جويلية 2021 توج ايوب اول ميداليه ذهبيه في ال 400 متر وقتها في الاولمبياد، وانت كنت المدرب المباشر ليه. دي مو حلوين برشا هذوك، شنو قعدت تذكر منهم هذوك؟ خاصة بعد الميدالية ما حرز عليها برشا ناس شكوا فيه وقالوا ما جاوش ديزاتليت وكورونا وناس ما تدربتش. لا لا كورونا كان في تونس، كورونا على الناس الكل راه. صحيح صحيح. ووقف السبور في البلايص الكل، فما شكون كان في بيريود خير منا خاطر رجعوا عملوا وقتها قبل تونس. صحيح. قبل تونس رجعوا لزينيت تراني، ونحن كنا نتمرنوا في البحر، ومن بعد حلونا البيتين ورجعنا نتراني باش حضرنا البريباراسيون للالعاب الاولمبيه. والله احلى ذكريات نجم تقول انا بالنسبه لي انا كممرن أنا احسن الذكريات، خاطر حلمه كانت من 2013 كبرت حتى 2021، 8 سنين 9 سنين تاع تعب وخدمه. جابون طال خير علينا وطال خير على التوانسه الكل، ربي يوفقه ان شاء الله، وعيد جمهوريه كيف طال خير علينا، وان شاء الله غدوه تكون ميداليه ذهبيه في 800 متر سباحه. مشكور جبران، يعطيك الصحه جبران، ان شاء الله سعيد لايوب الحفناوي اللي مازالوا الفينال غدوه 800 متر ومازالوا 1500 متر سباحه حره. هكا وصلنا لنهايه حصتنا من سبورتيفيتي، غدوه باش يكون معاكم في نفس الوقت زميلي حمزه المغيربي. انا باش نقول لكم كان باي باي في الامان.